فالمقابلة الأولى قادها الحكم المصري أمين عمر. أمين عمر هو اللي قاد المقابلة ديال الافتتاح السنويرة، وتعرفنا عليه في مقابلة الافتتاح، وسوف يكون كحكم فار الحكم الحلو بن إبراهيم، هو الذي كان كحكم فار هذه المقابلة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا. فأمين عمر ساعده المصري محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه. أما السوداني محمود إسماعيل الذي قاد مقابلة المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا هو الذي كان كحكم رابع. أما الفار الجزائري الحلو بن إبراهيم، والصومالي عمر عبد القادر أرتان من أصغر الحكام في الدورة، وكانت ديانا شيكو تيشا كانت كأفار دو. إذن هذه المقابلة التي عرفت فوز نيجيريا بركلات الحظ بعدما انتهت المقابلة 1-1 4-2 باش انتهت هذه المقابلة. إذن هذه المقابلة هذه عرفت بعض الحالات التحكيمية واللي غادي نشوفوها الآن سي خالد، أهم الحالات التحكيمية فهذه المقابلة عرفت تألق غرفة الفار. غرفة الفار اللي كانت تقود الحلو بن إبراهيم كانت متألقة في هذه المقابلة. فالدقيقة 28 الدقيقة 28 جوي عرض لي الشغف هنا في الاستوديو. اذا الدقيقه 28 لا توجد ركله جزاء لجنوب افريقيا، لا توجد ركله جزاء لجنوب افريقيا. الكره كانت في وضعيه طبيعيه، يد المدافع النيجيري وغير مكبره للجسم، ومراجعه صحيحه وقرار سليم لطاقم تحكيمي. الدقيقه 28 لا وجود لركله جزاء لجنوب افريقيا. الدقيقة 64 ركلة جزاء لصالح نيجيريا، قرار سليم كان ثابت وكان تموضع جيد من الحكم وتمركز جيد ومراجعة صحيحة من الفار. إذا 28 قرارات سليمة. الدقيقة 87 تحول المقابلة، تلغى هدف هنا نيجيريا، طلعت أنا ركلة جزاء هنا تحيد هدف هنا، طلعت الكرة هذيك الكرة فاش تلغى الهدف واعطينا تسلل، كون ما ضبطناش هاد الحال شحال كنا نديرو؟ 2-0 ونقتلوا الماتش. بقات 1-0 طلعنا ولينا 1-1 اودزنا. اذا الفار انقذ المقابله. الدقيقه 112 اذا 87 ركله جزاء صحيحه لجنوب افريقيا مع الغاء هدف من وضعيه تسلل لنيجيريا. 112 تدخل جيد من غرفة الفار بعد طرد تكسير فرصة سانحة للتسجيل، وهو قرار سليم والمخالفة كانت خارج مساحة الجزاء. فأمين عمر أثبت بأنه نمبر وان في مصر ويستحق العلامة الكاملة. أمتعنا اليوم، ولكن من سوف يأخذ النقطة الكاملة هو غرفة الفار. فالحلو بن إبراهيم الجزائري 9.6 واعلى تنقيط بشهاده بزاف. انا ما درت هذا التنقيط هذا تتواصلت مع عده ناس اللي تيهتموا بالتحكيم. فالجزائري الحلو بن إبراهيم هو الذي انقذ المقابله اليوم 9.6. ام امين عمر غياخذ 9.4 هو الطاقم ديالو. اذا غرفه الفار خدات 9.6 ثلاثي ديال الحاسمه لان اعتقدت المقابله خمس قرارات اللي كانت مهمه. وأمين عمر سوف ننتظره بكأس العالم كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ونجيو لهذا الموضوع. هادو ما نقدروش نشوفهم في النهائي أكيد. دابا سي وما بغيتيش رضوان جيد دابا أنت؟ لا زعما أنا مزيان نسمع من عندك هذه القضية. احنا جايين مزيان، احنا جايين ونهضروا شكون يلعب الفينال، ونعطيك دابا شكون يلعب الفينال، ونعطيك شكون يكون في الفار. فرحني ونعطيك كل شيء إن شاء الله بعد ما تقصات الكونغو، لأن الإقصاء ديال الكونغو عنده دور مهم. الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وهو النصف الثاني والذي قاده الليبي معتز إبراهيم شلماني. قبل ما ندوزوا لهذه المقابلة هذه، فأمين عمر قاد ثلاثة المقابلات، قاد الكوت ديفوار وغينيا بيساو الافتتاح، قاد تنزانيا والكونغو، وقاد نصف النهائي. قاد ثلاثة المقابلات الحكم أمين عمر.